في أعضاء من مجلس النواب اقتراحات بتجريم دخول الطلاب والشباب تحت سن 18 سنة المقاهي والكافيهات بدون مرافق، وتجريم كمان تناول الشيشة دون سن 21 عاما. النائبة الأستاذة سوزي ناشد معانا. يا أستاذة سوزي أهلا بيكي. أهلا بيك يا فندم، أهلا أهلا وسهلا. بيكي. قولي لي المقترح بوضوح، يعني أي حد تحت سن 18 سنة ما يدخلش القهوة، ما يقعدش على القهوة. لا، بداية المقترح ده مش خاص بيا أنا، أنا لم أتقدم بيه ولكن أنا سئلت عنه. فطبعاً كان رأيي بإنه أنا ضد إن هو اللي تقدم بيه الأستاذ محمد فؤاد، مش كده؟ نعم نعم يا فندم. أنا بالنسبة لي أنا طبعاً هنشوف يا جماعة الأستاذ محمد فؤاد كمان. اتفضلي. أنا برفض طبعاً إن المسألة شرب الشيشة وليست جلوس الشباب على المقاهي، يعني شرب الشيشة لغاية سن 21، يعني لغاية سن 21 سنة. وعلى فكرة ده كان متبع عندنا في فترة طويلة في اسكندرية، وبتمنى يعني إن يعاد مرة أخرى، لأنه القانون الحقيقة هو اللي بينظم السلوك داخل المجتمع، ولما يكون الشباب بيروحوا يقعدوا في المقاهي ويتم شرب الشيشة يضيعوا صحتهم ويضيعوا فلوسهم ويضيعوا كل مجهودهم في مثل هذا الأمر، وتبعيات ذلك وأثاره على المجتمع، الحقيقة ده أمر يعني يحتاج لتقنين إن لم يتدخل المحافظ أو المحليات في منع هذا الأمر. طيب خليني كمان أسأل الأستاذ محمد إسماعيل عضو مجلس النواب. يا أستاذ محمد أهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل، وبرحب بحضرتك وبالنائبه سوزي ناشد. يعني اهلا بيك استاذ محمد. انت موافق على حكايه انه الشباب تحت سن 18 ما يقعدش على القهوه، تحت سن 21 ما يطلبش شيشه؟ استاذ وائل، هو اللي لفت نظري انا في الموضوع ده ان في بعض الكافيهات اللي موجوده في اماكن كتيره جدا في اكتوبر وفي اكتر من مكان ان عامله خصم 20% للطلبه، نفس اللافته مكتوبه كده خصم 20% للطلبه يعني لدخولهم الكافيه. فلما سالت على الموضوع ايه الفكره يعني كده، فقال لك ان الطلبه الصغيره كده، فبدل ما هم يدفعوا تكلفه كبيره جدا بنحاول نخفض لهم التكلفه. اصبح يعني من الرؤيه ان في يعني شباب يعني كده، وفي عدد كبير جدا من التسرب داخل المدارس، والبديل للهروب الطلبه من المدارس هو الكافيهات. فبالتالي كان اول كلمات انا لما جيت يعني صرحت بتلك الكلمات، كان اول حاجه لابد من مراجعه الغياب والحضور في المدارس بشكل كبير، ولابد النهارده يكون في عقاب وثواب لتلك الظاهره. معنى ان الكافيهات مع بعضها البعض، ده يقدم خصم 20 وده يقدم خصم 25%، اصبح النهارده ان الشباب سوء رائج بالنسبه لاصحاب الكافيهات. فده يعني انت لفت انتباهك حكايه خصم 20% للطلبه دي. ايوه، خصم 20% للطلبه، وكان انا مستهدف الطلبه انهم يجوا يقعدوا، يعني فبعمل لك اهو محفزات. يعني هو الطلبه بيجوا كتير، فبس ربما الطلبه بيسال اسعار الكافيه ايه، لان مصروفه ربما لا يستطيع بيه الجلوس على الكافيه ده، فيدور على كافيه ارخص شويه. فاصبح الكافيهات نفسها بتتبارى مع بعضها البعض لتقديم خصومات للطلبه، والطلبه دول صغيرين. لذلك انا لما كان طرحي مع الصحفي اللي كلمني ومع مجلس النواب ان الطالب ما بعد السن التعليم الاساسي ده خلاص اصبح عنده حريه، اللي هو تجاوز سن ال 21 سنه بيقدر يتحرك، ده بيكون خلص التعليم الجامعي او في السنه النهائيه، فبالتالي ما تقدرش تحاسبه. لكن تحت ال 21 سنه تقدر تعاقب صاحب الكافيه نفسه، على الاقل يكون في غرامه الاول ماليه، لو هو قدم الشيشه للطلبه دون ال 21 سنه يبقى في غرامه ماليه في الاول، وبعديها فيها غلق، وخصوصا انه في طرح لترخيص الكافيهات في الفتره المقبله ويقنن اوضاعهم. يبقى انا بقنن لك وضعك، في نفس الوقت انا محتاج منك يعني تساند الاخلاق، تساند الطلبه النهارده، ان الطلبه ما تهربش المدارس، ما تجيش انت تكافئهم تعمل لهم خصم، فبالتالي بتساعد على هروبهم من داخل المدارس. بس اسمعني يعني هنا استاذ محمد، البعض كان يعني هيقول لك كنت اهتموا اكتر بانه والله طب ما تيجوا، يبقى النواب عندهم، ما تيجوا يا جماعه نشوف كيف نعيد الاعتبار للمدرسه، مشروعات قوانين بكده، تعالوا نشوف كمان ازاي نعالج مشاكل البطاله وعدم استيعاب الشباب، لما ركز على انه ما هو الشاب هتمنعه تحت 21 سنه من الشيشه، هو اللي هيشرب شيشه هياخدها سواء تحت السلم، هياخدها في اي مكان. يعني هل شايف دي القضايا اللي يجب ان يهتم بها مجلس النواب؟ بص يا قلبي، الفكره اللي انت بتتكلم عليها في نفس الوقت احنا بنتكلم على البطاله، بنتكلم على الظروف الماليه والاقتصاديه. حضرتك اي طالب صغير قاعد على الكافيه، تكلفه الكافيه لا تقل باي حال من الاحوال عن 15 20 جنيه للطالب. فلما نيجي نقول في الظرف الاقتصادي الصعب اللي بنعاني منه من ازمات بطاله ومن ازمات دي كلها،
في نفس الوقت الطلبه الصغيره بتقعد، يبقى احنا بنتكلم ازاي على بطاله واحنا بنساعد على تدمير صحه الشباب اللي هو لسه شباب صغير، واحنا بنقول مصر عامره بالشباب. فبالتالي لابد النهارده صحه الشباب وانتقال امراض السل وانتشارها الناتج عن الشيشه لازم يكون في رؤيه ليه، لان منتشره جدا على فكره الشيشه، منتشره حتى بين الاسر الكبيره مش فقط الشباب. ربما يعني ده الشيشه هوانا، يعني ده المخدرات نفسها منتشره يعني، ويجب ان نحاربها ونحارب. بس هي القضيه انه يعني هنا البعض عايز من اعضاء مجلس النواب التفكير فيما هو اكبر واهم، يعني ايه اللي خلى الناس تقبل على المقاهي وعلى الشيشه كده، مجايز حاله الضياع، مدارس ضايعه، وتعالوا نعيد الاعتبار للمدارس عشان نخلي الطلبه اللي هي سنها صغير دي ما تقعدش على الكافيهات. يعني هو بالنسبه للقوانين يا وائل بيه اللي بنتكلم بيها النهارده على 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 الشباب نفسها وعلى 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 التنميه وعلى البطاله، حضرتك النهارده انا كنت موجود بصدد نقاش مع دعم مصر، نقاش قانون الاستثمار اللي هو خلاص هيكون مدرك في الجلسات القادمه ان شاء الله تعالى، ويتم الانتهاء فيه من حوافز لدعم الاستثمار داخل مصر سواء الاجنبي او المحلي، وبنحاول نشوف ايه الاشكالات الموجوده طيب في القانون، وبالتالي ده فرصه كبيره جدا للقضاء على البطاله.